منتوجات تقليدية متنوعة أبدعت أنامل الحرفيين والحرفيات في نحتها ومنتوجات غذائية زمنية مختلفة تؤثث فعاليات المعرض الجهوي للإبداعات الحرفية بالكافة الذي يلتئم تزامنا مع اليوم الوطني لللباس التقليدي. هي سنة حميدة دأب عليها الديوان منذ سنين عدة، تنظيم أيام للباس التقليدي، ثم تحولت فيما بعد إلى أيام للصناعة التقليدية واللباس الوطني. المدة الزمنية انطلقت من يوم 14، فترة انتصاب السوق الأسبوعية كانت حركية معناها استثنائية، دوم حتى النهار 18 مارس، وأنه تكون فرصة إضافية للحرفيين باش ينجموا يلقوا إطار يروجوا فيه البضاعة نتاعهم. وعلى كل حال معناها نحن ما هي إلا معناها فترات معناها متكررة، نحاولوا في كل مرة نعرضوا فيها الجديد من المنتوجات ونعطيو فرصة للحرفيين باش يقدموا إنتاجاتهم للزوار وللحرفاء. عيد آخر يمكن المعرض زوار القرية الحرفية بالكاف من مواكبة ورشات حية في عدة مجالات، وخاصة النسيج والمرقوم وصناعة الحلية التقليدية. التقليدية ونحبوا القشبي ونحبوا الفرشي ونحبوا نقصين شوية ترويج، إن شاء الله الأربع أيام هذاما يعملوا لنا حكاية هكا يحركوا لينا القرية الحرفية شوية، إن شاء الله الجاي خير نحن نقولوا هكا. الناس الكل تجي وتزور القرية الحرفية، مش حتى من الكيف بركة، ماذا بينا من أحواز الكيف فرصة اللي هو رمضان، نهار كامل الناس ما عندها ما تعمل، حتى الأربعة للثلاثة نحن موجودين متواجدين، نحبوا ترجع القرية الحرفية نتاع الكيف تخدم كيف ما كانت وأكثر. وينتظر أن يختتم المعرض بتكريم عدد من الحرفيين ومنح الجائزة الجهوية للابتكار في الصناعة التقليدية.